بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركاته على ارواحنا جميعنا امين. هنتكلم النهارده بنعمه ربنا وارشاد من الروح القدوس عن فن النكت في الاسره. والله يستر وكل حاجه تبقى حلوه ان شاء الله. الظاهر انه يقال انه النكت هو فن يتوارثه الأبناء عن الآباء. يعني إذا الأب والأم نكتيين يطلع برضو أولادهم أيضا نكتيين زيهم. يعني النكت بيقولوا لو جو يعرفوه باللغة الإنجليزية ملهوش أي تعريف باللغة الإنجليزية. حد يعرف يعني إيه نكت بالإنجليزي؟ نجنجة. نجنجة بتقولي هذه معناها نجنجة. النكت يقال ملهوش أي تعريف باللغة الإنجليزية، فيبدو بأنه يعني هي حاجة مصرية صرفة. أنا مش مقصودش المصريين، يعني احنا كلنا مصريين، لكن يبدو أنها حاجة عربية صرفة لكل إنسان عربي. يعني مين هو؟ مزربل دي كشري. مزمر كشري. اوكي. طيب مين يعرف يعني ايه؟ مين يوريني يعني ايه انسان نكتي، او يعني ايه انسان نكتية؟ يعني ايه نكتي؟ طعم شهي. بتاع مشاكل. اوكي بتاع مشاكل. ها، حب الغم. حلوه. ايوه، يخترع النكت، اشكال النكت. هو ببساطه انسان يعني مش عايز ينبسط، او مش عايز يفرح، او عايز مستكتر على نفسه بانه يفرح ويفرح الاخرين معاه، وميال جدا بانه الدنيا تكون كئيبه بالنسبة لي وبالنسبة للحوالين. إنسان غير حاسس بنعمة ربنا عليه. صح كلام صح. انت الكلمة دي هنقولها يعني لأنه إنسان غير شاكر، لأنه الإنسان الشاكر بيرضى بكل حاجة فما بنكتش على كل حاجة، ودي هنتكلم عليها دلوقتي. هنتكلم عن صور النكت، وبعدين هنتكلم عن بعض صور النكت، لأنه يقال إنه النكت ملهوش نهاية، فهو هنتكلم على بعض منه، وبعدين نتكلم عن ما هو علاج هذا النكت. أول صورة من صور النكت في الأسرة هي كلمة لأ. واللأ تجيب نكت كثير. يعني مثلا الرجل يروح لمراته تأكل يا مدام، لأ. تطلعي، لا. طب نزور فلان، لا. طب نعمل الحاجة الفلانية، لا. طب نتفرج على الحاجة الفلانية، لا. كل لا فيها ايه؟ فيها خناقة، فيها مشكلة. فكلمة لا على طول بتجيب النكد. خلوا بالكم، لا بتجيب النكد، عشان ما فيش حد يفتكر بانه انا جاي على الستات. ممكن يكون برضو الراجل يقول لا، مش كده؟ يعني مثلا هي تتفنن في انها محضره له غدا، وغدا حلو، وبعدين تقول له ها ايه رايك في الغدا؟ غدوه حلوه؟ لا. وهي غدوه حلوه، او يقول لها يعني، فهي برضو ايه؟ هي برضو لا. الولد ممكن يروح لابوه يقول له بابا مثلا عايز اطلع مع اصحابي، لا. طب عايز اشتري الحاجة الفلانية، لا. طب عايز اروح الكنيسة، لا. طب زيد لي مصروفي، لا. طب ايه هو لا؟ لا يعني ايه معناها؟ اذا لا يعني، لا يعني اذا كل كلمة لا دايما بتجيب نكد في البيت. فدايما يا جماعة يعني نلاحظ، يعني لاحظوا كستات او رجالة،
لاحظ كم مرة بتقول كلمة لأ في اليوم، وبتقولها ازاي؟ يعني ممكن واحد يقول لأ يعني لأ بكل عصبية، واحد يقول لأ يعني ونرفز. انما ممكن تقول لا، لانه مش كل حاجه هتقول عليها ايوه، مش كده؟ في حاجات كثيره ممكن هتقول عليها لا. انما لما تقول لا يعني تقولها ازاي؟ هل تقولها انت مبتسم، ولا هل تقولها وانت يعني باتضاع، او تقولها بتفاهم او اقناع؟ يعني لما تقول لا لازم تقنع الحواليك لا يعني ايه. برضو العلاقة بين الرجل والمرأة فيها لأ، فما تكون في العلاقة جسدية بين الرجل والمرأة وتكون فيها لأ بتجيب مشاكل وتجيب نقة كبيرة جدا، لأن برضو فيها إن اللأ. إذن أول سبب من أسباب النكت هو كلمة لأ. من فضلك أو من فضلك دائما حاولوا إنه ما تقولوا لأ إلا للحاجات يعني اللي هي ممكن تقال انها لا، ما على طول الخط تقول لا. تاني حاجه من الحاجات اللي بتجيب النكد الوش الكشري. الواحد دايما وشه كشري، يعني انسان وشه كشري يعني عمره ما يضحك، عمره ما يبتسم، عمره ما نلقى الابتسامه والضحكه على وشه ابدا. في رجاله كده بالمناسبه يعني يخلصوا كل الضحك في الشغل، والضحك في الشارع، والضحك مع الأصدقاء، والضحك في مع مش عارف في أي حتة، يجي عند البيت ويكشر ويديها الكشرة. يعني هو طبعه كده. هو في ناس طبعه كده، أول ما تدخل البيت تدي الكشرة. ليه؟ لأنه بيفتكر بأنه لما يكشر يعني يعتبروه هو السيد يعني، أو لما يكشر عياله يخافوا منه، أو لما يكشر مراته مثلا تعمل له 1000 حساب ويعمل ألف يعملوا له 1000 حساب وهو لما بيكشر في البيت. فالوش الكشري بيجيب نكد. برضو يعني كمان الست ممكن إن هي رجلها يقول لها كلمة مشان تزعلها وهي ما تقدرش ترد عليه، أو ما تقدرش إن هي مشان تجاوبه، لكن كل اللي عليها إن هي تكشر في وشه. وأول ما تكشر في وشه يعني كفيلة جدا الكشرة دي تندمه على اليوم اللي اتولد فيه أساسا، اليوم اللي جاء في الدنيا، يعني اليوم اللي عرفها زي ما أنت. تفضل. الكتاب بيقول من ازداد علما ازداد بلدا. ايوه تمام. هذا الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. لما يبقى الكلام فاضي مثلا، كلام فاضي انا بتكلم كلام فاضي وكلام بتكلمش كلام فاضي، ده برضه هو ده بيجيب النوع من النكد بالظبط كده. فاحنا بنقول يا جماعه الكشري او الانسان الكشريه يعني كفيله جدا ان هو لما يتكلم معها اي كلمه غلط هي ما تجاوبهوش، لكن هي اساسا تكشر في وشه ويعني تديله الوش الثاني وما تديلوش اي ابتسامه اطلاقا. وبعدين هو يعني شايف الدنيا كده ملخبطه، يقوم هو يصلح الغلط بتاعه ويجي يتهزر معاها، او مثلا يتاسف لها، أو مثلا يعني إذا لحها تقوم هي ما زالت مكشرة وما زالت مش عايزة تديله أي ابتسامة ومش عايزة تصالحه أبدا، مدياله الكشرة. لما هي بقى مش عايزة تصالح وتديله نفس الكشرة، هيعمل واحدة من الاثنين، يا إما هيبيع القضية خالص، يا إما هيقول أكتر من اللي قاله، يا إما هيسيب لها البيت ويطلع. يعني واحد من الثلاثة دول، حيبيع القضية خالص، يعني خلاص انت عايز مش عايز تصالحيني، عايز تكشري على كيفك، انت عايز النكد ده، انا بحب اصالحك انت مش عايزة. يا اما يعني حيتكلمها كلام افظع من اللي قاله في الاول، يا اما برضو حيسيب لها البيت ويمشي.
طيب يبقى النوع الاول من النكد اللي هو ايه؟ كلمه لا. والنوع الثاني من النكد هو ايه؟ الوش المكشر. النوع الثالث من النكد هو ايضا النقد، النقد المستمر. يعني هي كلمتين متشابهتين، النقد والنكد، فرقهم ايه؟ حرف ايه؟ قاف والكاف، مش كده؟ شيل القاف حط الكاف تلقى النقد والنكد، هما كلمتين متلازمتين مع بعضهم البعض. يعني للأسف الشديد احنا يا جماعة دايما ما بنبصش للحاجات الحلوة مثلا في الست او في الراجل، دايما نميل الى النقد ودايما نميل الى الحاجات الوحشة، او نشوف ايه؟ دايما الحاجات الوحشة. انما الانسان اللي مش عايز ينكد على البيت يحاول دايما يشوف ايه الحاجة الكويسة، ما يشوفش ايه الحاجة الوحشة ويتكلم عليها. مثلا مراتك على طول منظف البيت، والبيت نظيف والعيال لابسين حلو ونظاف والأكلة حلوة وكل شيء جميل، والبيت طول عمره طول عشته نظيف، طول ما هو شايفه نظيف عمره ما يقول لها حاجة، عمره ما يقول لها ايه الحلاوة دي، ايه الزينة دي، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة اللي يعني البيت نظيف، ما يقول لهاش حاجة. لكن يوم واحد بس شاف البيت وسخان او وسخ ينقض على طول، ليه البيت وسخ؟ ويديها محاضرة في عدم النظافة والنظام والنظافة ويكرهها العيشة. وبعدين هي عيني تقعد ايه تقول في سرها، طيب هو طول الشهر ما شافش البيت منظم ومنظف، جاي النهاردة بس يعني يتكلم على انه يتكلم على البيت مش منظم. وبعدين بدل ما انت تنقد وتقول البيت مش منظم او مش حلو او البيت وسخان، يجوز طيب ادي يعني ادي مراتك عذر، ما يجوز مثلا يعني هي تعبانة ما نظفتش النهاردة، يجوز عندها مشت مشوار وجات يعني ما نظفتش، طب ما تمد يدك على الاقل بدل ما تنقد وتعلي صوتك والصوت الهايج والصوت العالي، مد يدك ونظف انت. في مثل يقول لك ايه؟ لما تلاقي ظلمه بدل ما تلعن الظلمه تعمل ايه؟ ولع شمعه. بدل ما تنقد الظلمه وتلعنها ولع شمعه، اعمل حاجه. فالنقد والنكد، النقد دايما بيجيب ايه؟ بيجيب النكد على طول. كمان برضه الستات عندهم ايه؟ ينقدوا. مثلا مراتك تقول لك تعال النهاردة بدري لو سمحت عشان مثلا عايزين نمشي لماما شوية، تقول لها حاضر. وبعدين انت ايه يعني تأخرت لأي سبب، ما انت تأخرت وبس، اول ما تيجي داخل هي الوش الكشري وتكلمش معاك. انت اصلك كل المواعيد بتديها زبطتها وبتمشي كل مواعيدك صح، تعمل كل حاجة صح، يوم ما اجي اقول لك ماشية الماما على طول تتأخر. طب يا ستي اعرف ايه يتأخر ليه بدل ما تنقضي، يعني بدل ما تقولي له، هو يكون ايه يعني جاي مقبل على الحياة وفرحان وخلاص هنمشي لمامتها وكل حاجة حلوة، انما هي ايه تستلمه من اول الباب، تأخرت ليه وليه تأخرت وعشان ايه تأخرت، وكل حاجة بتمشي فيها صح ما عدا لما اقول لك ماشي عند ماما تقعد تنقض. طيب شوف الاسباب اللي هي جابته ليه متاخر. اذا يعني عايز اقول حاجه يا جماعه، حاجه مهمه للرجال وحاجه مهمه للستات. الراجل لما يزعل لما يهدى شويه، يعني امتى يهدى؟ والست لما تزعل امتى تهدى؟ الراجل غير الست. الراجل لما يزعل عايز وقته لحد ما يهدى شويه، يعني عايز يقعد مع نفسه شوية، عايز يعني يهدى لوحده من غير ما حد يكلم. الست عكس كده، الست أول ما تزعل عايزة على طول بأنه الراجل يجي يرضيها ويطبطب عليها وياخدها في حضنه ويطلع الزعل اللي فيها علشان إيه تهدى، كده هي تهدى. إنما الراجل بيعامل الست كراجل، يعني هو شايف نفسه لما بيزعل عايز يهدى لوحده، يقوم هو يعاملها كراجل
يقول هي تهدى لوحديها، هي تفك لوحديها، طبعا حترشك من الزعم. ليه؟ لأنه بعد ما كانت المشكلة صغيرة جدا تلقى المشكلة كبرت جدا لأنك أهملتها، لأنك يعني ما رضتهاش، أو لأنك ما طبطبش عليها خالص. الست كمان عكس كده، الست أول ما يجي الراجل متضايق عايز يأكل لقمة، جاي من برا متضايق، واحد زعل أي حاجة زعلته، أنت شايفاه متضايق عايز يأكل لقمة، وبعد ما يأكل لقمة يدخل الأوضة جوا ينام شوية يرتاح، يطلع لك يحكي معك يقول لك إيه اللي حصل. إنما بعض الستات يشوفوا الرجال جايين من برا متضايقين وأكل بسرعة ودخل أوضته عايز ينام، هي تقعد جنبه في السرير، مالك في ايه قل لي، لازم انا مزعلك؟ طب مين اللي زعلك؟ طب يا ستي خليني شويه افك وخليني شويه اهدى وانا هقول لك ايه المزعلني، لا دلوقتي وحالا مش عارف ايه. غلط، لانه الراجل عمره الست يعني الراجل عايز يهدى لوحده من غير ما حد يكلم. انا شفت خطبان يعني اثنين كانوا خطبين بعض 3 سنين خطبين بعض وخلاص على وش جواز، انما مرة ضربت له تلفون ولقيته متضايق، فقلت له مالك؟ قال لها هضرب لك بعد شوية. لا قل لي دلوقتي يا ستي، هضرب لك بعد شوية. لا حاسة ودلوقتي ولازم، وبعدين فيكي ولازم تقول لي، واشترطت معي اذا ما قلت ليش دلوقتي انهي العلاقة بيناتنا. مع السلامة. وده اللي قالها لها برضه، مع السلامة، وتفكت الخطوبة. بس هي مش عارفة يا جماعة ايه، مش عارفة بانه لازم هو يهدى لوحده، لانه لو ما هدى لوحده عمره ما يهدى، فكانت طبعا هي غلطانة في الحتة دي. اذا التصرف الحكيم يا رجالة، ستاتكم لما يكونوا زعلانين لازم تفكوا ضيقتهم حالا وبسرعة، وتطبطبوا عليهم وتساعدوهم وترضوهم، علشان لو طولت الحكاية أكتر من كده الست ممكن يعني تتضايق أكتر من كده. ويا ستات التصرف الحكيم بالنسبة للرجالة، لما رجلك يكون متضايق سيبيه دلوقتي هيهدى لوحده ويشرب كوباية شاي ويصحى وينام، حتلاقيه إن هو حكى لوحده من غير ما أنت تضغطي عليه. إذن النقد مفيد جدا يا جماعة، لكن إذا كان صح. بصراحة الست اللي معاك دي إنسانة ممتازة جدا وبتعمل كل حاجة صح، وممكن تديها 9/10 إنها بتعمل كل حاجة صح. إنما في 1/10 ما بتعملهوش صح، لكن 1/10 دي اتعامل معاه بنقد صح، أو يعني لازم ما يكونش 1/10 يلغي كل حاجة عملتها 9/10. كمان رجلك اللي معاك بيعمل كل حاجة صح 9/10، إنما 1/10 يمكن فاتت عليه، إنما لو كان في حتة نقد يكون نقد صحيح. طيب نوع تاني من أنواع النكد في البيت، قلنا النقد نوع من أنواع النكد. نوع تاني من أنواع النكد في البيت النوم على طول، النوم على طول. واحد مش عايز يكلم مراته، يقوم يعمل ايه؟ يجي من برا يأكل لقمة بسرعة ويدخل ينام، ما يصحاش تاني للصبح، خلاص هو ايه مش عايز يكلمها. او مثلا يعني واحد راجل مثلا يجي من شغله تعبان يأكل لقمة ويقعد قدام التلفزيون شوية، وبعدين من كترة التعب خلاص يدخل ينام، وينام ما يسألش في الناس اللي برا، وهي بقى زعلانة. طب ليه نايم؟ طب واحنا اللي برا؟ طب ليه ما تتكلمش معانا؟ يا ست انا تعبان، يا ست انا شغال، ويعذر نفسه بانه شغال وتعبان وعايز ينام. هل انا عملت حاجة غلط؟ تعبان عايز انام، انت ما عملتش حاجة غلط، انما ما عملتش حاجة صح خالص. ليه؟ لانه الصح بانه في ناس عندك عايز تتكلم معاك، في ناس عايز تحكي معاك، في ناس عايز تاخد وتدي معاك، انما تدخل عشان تنام على طول طبعا ده غلط ومش صح ابدا على الاطلاق. برضو الستات
ستات الراجل يجي من بره ساعة 7:30 ولا 8 بالليل يلقاها نايمة مش مستنيها ونايمة مع العيال وخلاص الدنيا ايه، يدخل الراجل العيال نايمين والست نايمة والبيت خلق ومش عارف يعمل ايه. وبعدين يصحيها يقول له طب مش تقعدي معايا شوية، تقول له ما انا تعبان، ما انا ورايا مطبخ ورايا عيال ورايا مش عارف عملت شوبين النهاردة وعملت ايه، انا تعبانة انا ورايا الصحيان بدري اقوم للمدارس. غلطانة طبعا. ليه؟ لانه مفروض راجلك ما يكونش وراكي انما راجلك يكون قدامك. يعني راجلك من اهم الحاجات انك لازم تستنيه لما يرجع حتى لو كنت تعبانة او مرهقة. ده بيجيب نكد في البيت لانه الراجل بيجي من برا يلقى مراته تعبانة ونايمة وما فيش حد مستنياه، ودي طبعا بتجيب نوع من النكد. نوع تاني من انواع النكد الشكوى المستمرة. في شكوى مستمرة يعني تلقى طرف من الاطراف بيحاول دايما بانه يرضي الطرف الثاني، لكن برضه تلقى في شكوى. والشكوى المستمرة دي بتجيب نوع من المقارنة. يعني مثلا ايه؟ مثلا يجي يعني واحد يقارن، مثلا مشيته زيارة، اول ما مشيته زيارة الراجل رجع معكنن على مراته ومنكت عليها. طب ليه؟ اصل شوف البت ست اللي مشيت لها بيتها نظيف ازاي، وشوفيها مرتبة ازاي، وشوفيها بتعامل عيالها ازاي، وبتعامل راجلها ازاي، وانت ما فيكيش ولا حاجة من الحاجات دي. لنقد شكوى مع مقارنة، دي بتجيب نكد. طب انت عارف ايه اسرار البيوت؟ طب انت عارف ايه اللي بيحصل في البيت؟ يمكن دي حاجة مصهرية ساكت. وبرضه هي تمشي عند مثلا صديقاتها وهو معاه اي زيارة او عند اخواتها، وبعدين تجي راجعة تنكت عليه. اخواتي عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، والرجالاتهم جايبين لهم وجايبين لهم وجايبين لهم، وانت مش جايب وانت مش معامل وانت مش مسوي. نوع من المقارنة، وده بيجيب ايه؟ النكد في البيت. الحقيقة يا جماعة المقارنة دايما بتجيب نكد في البيت. طب انت ما يكون عندك ويكون عندك زايد كمان ويكفي 10 بيوت، لكن لما تقارن بينها وبين البيوت الثانية تلقى على طول انه النكد جاء في البيت. ده نوع برضو من انواع النكد في البيت. نوع تاني من انواع النكد في البيت الموبايل. الموبايل ده نكد جديد له 20 سنة، يعني ادوب جاي جديد. يعني مثلا انت شغال اليوم كله وبتيجي البيت يعني كلها نص ساعة تقعد فيها مع عيالك او مع مراتك، تتغدى تاكل لقمة وبعدين تطلع شغلك تاني. انما حتى الوقت المحدود دي يجي لك في موبايل تتكلم في الموبايل وتسيب الناس دي قاعدة يعني مش شغال بيها. طب يا حبيبي يعني اقفل الموبايل لانه ده وقت بسيط جدا مفروض تقعد فيه مع مراتك ومع اولادك، لانه الموبايل كده ضيحت الوقت البسيط المفروض تقعد فيه مع عيالك. او مثلا انت قاعد مع عيالك في البيت بعدين جاك موبايل والموبايل ده فيه مشاكل وفي يعني مشكلة كبيرة في الشغل او مشكلة كبيرة بين الناس، وانت قعدت مسكت الموبايل وعمال يا شتيمة وعمال يا زعيق، هي نص ساعة انت جايها البيت او ساعة، وعمال تتضايق وبعد كده تكفي الموبايل وترميه وتسب وتلعن. طيب ذنب الناس اللي هنا ديل يعني ايه؟ يعني ايه ذنبهم بانك انت ماسك الموبايل في نص ساعة يعني عمال الكلام ده كله عامله ليه؟ يعني عارفين احنا يعني عشان بتجينا تلفونات كثيرة جدا حتى في البيت، يعني قاعدين مثلا نص ساعة بنرتاح او كده طالعين تاني الخدمة تجينا موبايلات، ناس البيت بتضايقوا. بابا ممكن تقفل التليفون شوية؟ ممكن نتفاهم معاك شوية؟ ممكن نتكلم معاك شوية؟ حتى واحنا بنتغدى يجي تليفون. طب وبعدين؟ وممكن يعني تعرف اللي بتكلم في التليفون ده او اللي عايزك ده عايزك في موضوع ضروري، انت ضميريا لازم ترد ككاهن. لكن يعني صراحة كده الواحد بيحتار
لأن هي كلها نص ساعة الواحد بيقعدها في البيت، إنما لازم يريح الناس اللي حواليه. يعني المفروض يا جماعة إنه النص ساعة أو الساعة اللي أنت يعني قاعد فيها في البيت دي ما تردش على أي تلفون، عشان من حق عيالك وأولادك وزوجتك بأن هي تتكلم معك وتأخذ تدي معك وفي البيت وانت قاعد، بلاش انك انت تتكلم ايه في الموبايلات. برضو من مشاكل الموبايل، انتوا مثلا طالعين فسحة مثلا انت ومراتك، وبعدين ناخد عيالك معك، تررن تررن تررن، باباك ضرب لك تليفون، لو سمحت جيب لي الحاجة الفلانية دي. طب يا بابا احنا ماشيين مثلا مارينا مثلا، طب ممكن تجيب لي مثلا الطلب الفلاني ده قبل ما تمشي؟ حاضر يا بابا. انت ضميرك واجعك لو قلت البابا لا، وضميرك واجعك لانك اخذت من وقت الفسحة بتاع عيالك، ومراتك تنجي معاك وتنكت عليك، هو ده وقته؟ هو ده وقت خروج؟ احنا خارجين ولا احنا جايين دلوقتي عشان مش عارف طلبات ابوك ونشوف طلبات امك وطلبات اخواتك؟ طب يا ستي انا ضميري وجعني، انا مش قادر يعني لازم اجيب طلباتهم. فالتلفون ده ايه، تبقى الست ايه زعلانة وكربانة وتسب وتلعن حتى في الزول اللي اخترع حتى الموبايل. ليه؟ لانه يعني الفسحة ضاعت منهم خالص. فالموبايل بيجيب مشاكل كثيرة في الأسرة. برضو الموبايل يجيب ايه، تيجي تتكلم في التلفون في البيت، مراتك تسمع أخبارك من مكالمتك في الموبايل مع أصحابك، تقول لهم أنا النهاردة مسافر الحتة الفلانية، الأسبوع الجاي عندي مشوار في البلد الفلاني، أو الأسبوع الجاي ماشي الحتة الفلانية، وهي ايه بقى ايه تسمع المكالمة وتهرف نفسها. طب ليه؟ أول ما تقفل الموبايل على طول هي الشكلة، أنت مسافر الأسبوع الجاي مش مكلمني، وأنا أعرف من الموبايل، أنا أعرف من أصحابك، أنا أعرف صدفة، هو ده اسمه كلام ده؟ يا ست إيه الموضوع يعني؟ ما خلاص أنا كنت هكلمك، إزاي وإزاي يعني تسافر من غير ما تكلمني؟ أو مثلا يضرب موبايل بعدين تكمل شغل أو تعمل شغل في الموبايل، ايوه النهارده هنشتري كده، النهارده هنشتري بيت، وبعده راح نبيع بيت ومش عارف ايه، وتقوم الشكله بينك وبين مراتك. ليه؟ لانه خلاص انت ازاي تعمل مشاريع من ورايا، وازاي تتكلم من ورايا، وازاي ما تقوليش انه المشروع ده انت هتعمله وهكذا. طب يا ست ده شغل، انت ايه دخلك في شغلي يعني؟ انا بعمل شغل، انت متضايقه ليه؟ ايوه فعلا هو ده شغل، بس في مناقشه تدي فيها وتاخذ تدي ايه مع مراتك، عشان دايما يا جماعه الموبايلات دي بتجيب النكد. الموبايل بيجيب النكد كمان ايه، لما التلفون انت تمسك التلفون وبعدين تقعد تحكي مع اهلك عن البيت، الراجل عمل والاولاد عملوا والدنيا عملت ومش عارف ايه، تقعد تحكي وتحكي وتحكي، وأول ما تقفل الموبايل هو يقوم يسب ويلعن، يعني أهلك دول يعني لازم يعرفوا كل حاجة في البيت عنينا، وأهلك دول يعني كل كبيرة وصغيرة لازم يعرفوها عنينا. ودي مشاكل إيه، ودي مشاكل الموبايل بينه وبين إيه وبين أهلها، ويبقى هي عايز يكسر التلفون، لأنه إزاي بتحكي مشاكلك في بين مع أصحابك في التلفون دي. بعدين تيجي الست تحكي لأبونا، تقول له يا أبونا أنت عارف راجلي بيكره أهلي، سوري يعني هو مش بيكره أهلك، إنما أنت كرهتيه في أهلك. ليه؟ لأنك أنت كل صغيرة وكبيرة بتوصليها لأهلك، وده غلط، وبتوصليها إيه بالتلفون. نوع من أنواع النكت أيضا الانترنت، بقى دلوقت الرجال يقعدوا في الانترنت قدام الكمبيوتر بالخمسة وستة ساعات، ويبقى الكمبيوتر هو يعني زي ضرتها يعني، او زي كأنك متجوز الكمبيوتر ده يعني، وتبقى هي عايزة تكسر الكمبيوتر. طب ما احنا قاعدين معاك يعني، انت قاعد في الكمبيوتر 24 ساعة
وعمال تلعب جيم وعمال مش عارف تشوف برنامج ايه. طب ما احنا قاعدين معاك يعني. او مثلا برضو حاجة اسمها دلوقتي الفيسبوك، والفيسبوك وكل واحد ايه يتكلم بالبق بقى، وبعدين ايه يعني كل واحد ماسك الفيسبوك، الراجل ماسك الفيسبوك والست ماسك الفيسبوك والتليفون، كل واحد قاعدين بس في الكنبة كل واحد بيشوف في التليفون بتاعه، وتقوم النكد. طب ما احنا قاعدين معاك. في حاجة اسمها التويتر، تبقى ايه يعني كلمات مع الاصدقاء والمعارف والاهل بالتويتر ده 24 ساعة. يعني ممكن انا يعني لاحظت مشكلة انه الست قاعدة 24 ساعة في البتاع اللي اسمه التويتر ده بالضبط كده، ما بتنامش هي. التويتر ده معاها تحت المخدة وفي الحمام وفي اوضه النوم وفي المطبخ، وبعدين يعني لما امها تيجي بنتها هتيجي تقول لها ماما عايزه الحاجه الفلانيه، انا مش فاضيه لك دلوقتي استني، هي بتعمل ايه؟ تتكلم في التويتر، تتكلم في الانترنت مشاكل. وبعدين الراجل له يجي يقول لها طب مش تشوف عيالك، طب مش تشوف البيت، طب مش تشوف مش عارف ايه، ويقعد النكد في البيت. نكد من انواع النكد التليفون، الموبايل، الانترنت، التويتر، الفيسبوك، دي كلها نوع من انواع النكد في البيت. يوم الشوبينج ايضا نوع من انواع النكد في البيت. اليوم اللي نطلع فيه شوبينج ده اعرف تمام بانه يعني الشكلة قايمة بين الراجل والست. ليه يا جماعة؟ انا عايز اقول حاجة، تختلف الرجل من المرأة في الشوبينج. يعني الرجل دايما يميل ان يشتري حاجة عملية او حاجة تقعد او حاجة تعيش او حاجة تعمر، انما الست بتختلف عنه ايه، مش مهم تعيش او تعمر، المهم انها شكلها حلو ومنظرها جميل وحلوة ورايقة. يا ست دي متعيش معانا، يا ست دي غالية وتقعد معاك شهرين ثلاثة وتتكسر، لا لا انا عايزاها دي حلوة. طيب دي مش كواليتي، دي يعني اي كلام، لا انا عايزها. فزوج الرجل يختلف عن زوج الست في الشراء، وتقوم المشاكل وتقوم النكد في 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 موضوع الشوبينج ده. يعني اغلب الرجال ليه بتقوم المشكله بين الرجل والست في الشوبينج؟ لانه الرجل دايما يميل ان هو يحوش، عايز يحوش، والست ان هي تميل بانها ايه تصرف. اذا اللي بيحوش الراجل باليمين تاخده الست بالايه بالشمال، وتقوم المشاكل بقى، انت صرفت كام وانت جبت كام والنهارده عملت ايه والنهارده صرفت ايه ومش عارف ايه، ويميل ويميل الى المشاكل بين الرجل والست، لان هي بتصرف اكتر من المفروض ان هي يعني تصرفون. الكلام برضه عايزين نقوله ايه للرجاله، الرجاله لازم كل رجل لازم يعرف كويس يا جماعه ان يوم الشوبينج بالنسبه للست هو يوم سعادتها، ويوم الشوبينج بالنسبه للراجل هو يوم تعاسته. ليه؟ لانه بيشعر بانه يوم الشوبينج ده يوم صعب جدا بالنسبه لي. خلاص انت حط في برنامجك انه يوم الشوبينج ده ده يوم حلو جدا لمراتك. تدخل الدكان وانت ماشي وراها، هي شايله السبت بقى اللي قدر كده وحايمه وعماله تحط وتحط وتحط وتجيب، وانت تبص لها وتحمر لها عشان هي تبطل مش عايزه تبطل، وبعدين انت ايه بتغلف نفسك كفايه يا ستي، وهي برضو لسه استيل عماله ايه تشتري. طب تعمل ايه؟ انصحك يوم الشوبينج دي، يوم الشوبينج بالذات نصيحه ليك عشان ما تتنرفز وما تتضايق وما تتعصب، كل طول ما انت ماشي وراها قول صلاة يسوع الصغيرة، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح اسندني. المهم ايه تنادي يسوع لحد ما هي تطلع من الدكان. ولو انت فضلت ماسك نفسك وما تعصبتش لحد ما هي طلعت من الدكان، اعرف نفسك انك انت انسان قديس، وهتبقى ايه يعني في غايه القداسه
واحتم جالك ايه ونكتبك في السمسار علشان انت ايه ما تعصبتش على مراتك في ايه في اليوم ده. بعدين في مشكله في يوم الشوين، تمسك الحاجه دي تقول له ايه رايك فيها، لو قال لها حلوه ترد عليه تقول له انت بتقول كده عشان انا اخلص، مش عايزني اشوف غيرها يا ستي حلوه. لا لا مش حلوه، انت بس بتقول كده وخلاص. وتمسك الحاجه الثانيه ايه رايك، تساله ايه رايك في ذي، يقول لا وحشه مش حلوه. انت بتقول كده عشان ما اشتريش، وانت مش عايزني انا اشتري، وعايزني عايزنا نطلع من غير ما نشتري. يبقى الراجل مش عارف صراحه ايه يرد، يقول ايه يعني هرد اقول ايه يعني، يفتش على رد انه يرد عليها يعني ما يلقيش اي رد ابدا. اذا نصيحتي ليك يوم الشوبين، اولا انك انت ترضي مراتك، لازم ترضيها ولازم تسعدها، لانه ده يوم السعاده بتاعتها، يوم الشراء بتاعها ده. ثانيا لازم تدور على كلمه حلوه تديها لها في يوم الشوبين، دور على كلمه جميله حلوه تديها لها في يوم الشوبين، يعني ربنا يديك طول العمر، هتقعد تفتش طول عمرك على كلمه حلوه مش هتلقى، انا عارف، لان ما فيش كلمه حلوه هترضيها ابدا على الاطلاق. ومع صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، ثلاثة حاجات دي طول ما أنت يعني بتقولهم يوم الشوبين، صراحة كده أنت حتكون إنسان قديس. فيوم الشوبين ده يوم متعب جدا ويوم نكتي جدا. نوع من أنواع النكت برضو زيارة الأهل. زيارة الأهل لما أنت تمشي لأهلها أو هي تيجي أو تمشي لأهلك. المفروض ان يوم الاهل ده يوم مبهج ويوم مفرح ويوم سعيد، لكن يتحول الى نكد. ليه؟ لان يوم ما انت تمشي لاهلها او هي تمشي لاهلك، يعني بتقوم مشكله كبيره جدا. مشت لاهلها وفرحانه ببيتها وبيتها القديم، ومشي عند مامتها وباباها، وطالعه من اوضه وداخله في اوضه وسعيده، وانت عمال ايه تبص في الساعه، امتى يا رب نمشي؟ هي بقت تضايق منك، انت بتبص في الساعه ليه يعني؟ احنا ادوب دخلنا، ليه انت بتبص في الساعه؟ وتقوم المشكله والنكد. طب هي عايزه تاخد راحتها في بيتها القديم وانت عايز تمشي بسرعه. الزياره للاهل ايضا طريقتك تختلف عن طريقه اهل مراتك او مراتك، انت بالعافيه تاقلمت على طريقتها هي، لكن عشان تتاقلم على طريقتهم هم دي عايزه منك مجهود كبير جدا صراحه. ليه؟ مشيت زيارة لأهلها وبعدين قالوا لك تعال يا فلان النهاردة تغدى معانا، قلت لهم حاضر أجي الساعة كام الغداء؟ قالوا لك الغداء الساعة 3، أنت جيت 2:30. هم طريقتهم إيه؟ مرحرحين في المواعيد بقى، ما عندهمش مواعيد. جيت 2:30 ما قعدت، 3 ما حطوش الغداء، 3:30 ما حطوش الغداء، 4 ولا حتى سألوا في أهلك خالص ولا جايبين خبرك، أدوب الساعة 5 الناس المعزومين معاك جايين. طريقتهم كده، أنت لازم تتأقلم على طريقتهم إن هم ما عندهمش مواعيد خالص، إيه المشكلة يعني؟ فأنت تعمل مشكلة مع مراتك، يعني هم يقولوا لنا تعالوا كلوا وبعدين يجوا بطريقتهم، مشاكل تقوم. هي كمان لما تمشي عند أهلك يعني برضو طريقتهم تختلف عن طريقتها هي، حتى في تربية العيال. لما يمشي العيال عند أهلك مثلاً، يعني تيتا وجدو بيتكلموا كلام لا يليق، هي مش موافقه بيه، وممكن يقولوا يعني التربيه تكون يعني مش هي للعيال، وبعدين ترجع انت بقى البيت او هي ترجع البيت وتقول لك هي ده كلام يقولوه تيتا وامك، وده كلام يسمعوه للعيال ومش عارف ايه. يا ستي هم ما يقصدوش غير كده، بانه الزياره للاهل اول ما ترجعوا للبيت هي تقوم تقول له ايه، شفت امك قالت ايه، شفت امك حجرت لي ازاي، شفت اخوك مش عارف عامل لي ايه، شفت خالتك النهارده رمت كلمه قالت ايه. وتقوم الشكله في زياره الاهل تطلع من الشكله دي بحاجه واحده بس، عارفين ايه هي؟ يا ستي ما تمشيش تاني لاهلي، وانا مش همشي لاهلك، كل واحد يمشي ايه بطريقته، ويتفقوا على كده. إذا أنت مش سعيدة خلاص تقوم هي تمشي لوحديها، هو يمشي لوحديه، طبعا ده غلط.
يوم من الأيام هو مشى لأهله لوحده، أول ما جاء تستلمه، ها النهاردة قالوا علي إيه، والنهاردة جابوا سيرتي، والنهاردة تكلموا علي، والنهاردة مش عارف إيه. يا ستي ما قالوش عليك حاجة، يا ستي ما تكلموش عليكي. طب انت لو مش مصدقة طب ما تيجي معايا وتشوفي. لا، لازم هم اتكلموا معايا. اذا يا جماعة يوم الزيارات ده يعني يوم صعب جدا، لانه بيكون فيه ايه نكد. انما الموضوع عايز ايه؟ حكمة. اول ما تمشي عند مراتك، اهل مراتك، او اول انت ما تمشي عند اهل راجلك، لازم اولا تتأقلموا على الجو اللي انتوا عايشين فيه، وبعدين لازم تطول بالك، ولازم يكون عندك حكمة، توسع صدرك وتبقى حكيم، وانت تبقى حكيمة وتفوت وتبلع، لانه لولا كده هتقوم المشاكل الكثيرة. نوع تاني، احنا قربنا نخلص. نوع تاني من انواع النكد، دون بس 10 دقائق بالضبط، نكد الاصدقاء. يعني ايه؟ يعني مثلا يا جماعة الاصدقاء مشكلة كبيرة في الاسرة. ليه؟ لان انت كرجل او شاب كنت زمان عزابي، وتعودت انك انت تقعد مع الناس العزابيين دول، وتسهر بقى لاثنين صباحا، لثلاثة صباحا، لاربعة صباحا، تلعب كوتشينة وتديها كاسين خمرة. اول ما تتجوز مش قادر تطلع من الطريقة اللي انت كنت فيها دي، تقوم انت ايه، بعض الرجالة يناموا ستاتهم والعيال يناموا، وهم بعد كده ايه يطلعوا زي ما هم عايزين، ويقعدوا مع الأصحاب في أي حتة كانت، لاثنين صباحا لثلاثة صباحا، ويعملوا اللي هم إيه عايزين. أو هو شغال بالليل، يخلص بالليل 2 الصبح مثلا، يقول لك أنا أمشي البيت أعمل إيه، المرة نايمة والعيال نايمين، وأنا مش حاجيني نوم دلوقتي، أمشي أقعد مع أصحابي. ويمشي يقعد مع أصحابه 4 الصبح و5 الصبح، وكوتشينة وشيشة وما فيش مانع إذا كان خمرة، ويرجع البيت الساعة 6 الصبح. طبعا أول ما رجع البيت ناس نايمة، أول ما عياله صحوا عايزين يمشي المدارس، العيال مشوا المدارس، أنت سعادتك صحيت الساعة 2 الظهر، دورت لبست هدومك، مشيت شغلك، عيالك جو، وبعدين أنت مش موجود، أنت جيت تاني عيالك نايمين، عمر ما عيالك حيشوفوك ولا أنت حتشوف عيالك. فده نوع من أنواع النكد في البيت، لأنه هتقول لك عيالك عايزين يشوفوك، لازم تقعد مع عيالك، انت يعني الليل كله سهران، وهكذا. في نوع من أنواع النكد في البيت. الموضوع ده يا جماعة، السهر مع الأصدقاء يتعب الستات نفسيا جدا، يعني تكون نفسيتهم متحطمة جدا انك انت سهران مع أصحابك برا ومش جايب خبرهم أبدا. بعدين كمان يعني لما عيالك يكبروا شوية وانت سهران، هم كمان سهرانين برا، 18 سنة يقعد الاثنين صباحا برا، لثلاثة صباحا برا، وانت كمان سهران، والست هي قاعدة في البيت لوحديها. وبعدين هل تقدر تقول لعيالك ليه جيت متأخر او ليه بتسهر؟ طبعا عمرك ما تقدر يعني تقول له كده، لانك انت برضو سهران معاهم برا في الشارع. إذا يا جماعة خلوا بالكم من موضوع الأصدقاء، لأنه بتجيب نكد. حتى بعض الشباب دلوقتي بيجوا يطلعوا متجوزين، بيجوا يطلعوا مع شباب متجوزين زيهم إجازات لوحديهم، يقول لك ماشيين التنريف، ماشيين إسبانيا، طب فين فين مراتك وفين عيالك؟ لا لا، إحنا ماشيين لوحدينا. وأول ما تعرف إن هم ماشيين لوحديهم، طوال الست إيه يدخلها الشك بقى، وماشي مع مين، وماشي تعمل ايه هناك، وماشي ليه معاهم، طب ما تاخدنا معاك، ليه ماشي لوحديك؟ وتقوم المشاكل بينه وبين رجلها. او مثلا مرة يقول لها احنا ماشيين الغردقة مع اصحابنا، تقول له طيب ماشيين لوحدك ليه، طب ما تاخدنا معاك، يقول لها يلا اخدك معي، احنا والعيال، احنا والعيال، ويطلع. وباقي الأصدقاء بتوعك ماخدين مراتاتهم معاهم، أيوه ماخدينهم. وأول ما يمشي الغردقة ولا يمشي شرم الشيخ ولا حتة، الرجال قاعدين لوحديهم، شيشة وخمرة وكوتشينة ومش عارف إيه، والستات قاعدين لوحديهم. طب دي إجازة دي؟ وده هوليداي ده؟ ودي أسرة دي؟ طيب هتقول إيه الكلام؟ طبعًا هتقوم النكد في الأسرة. الأصدقاء يا جماعة في مشكلة كبيرة في الأصدقاء.
لأنه بعض الأصدقاء يتلموا مع بعض رجال مع ستات ويتكلموا كلام وحش جدا، كلام لا يليق بأولاد الله أبدا، يدخلوا في كلام بتاع قلة أدب وكلام يعني وحش، والراجل يتكلم قدام مراته والمرأة برضو يجيها تقول كلام قدام رجلها، يعني ما فيش أي حدود للكلام في الأصدقاء، ياخدوا إيه راحتهم جدا في الكلام الوحش، وطبعا داية بتجيب مشاكل، وإزاي أنت تقولي كلمة زي كده وهي تقول لها طب ما أنت قلت كلمة زي كده، وزي هو بصالك لما وانت قلت الكلمة دي وانت بصتيله، فنكت في إيه؟ في داخل الأسرة. برضو في نكت في الأصدقاء، إنه الست يكون عندها صديقة حميمة جدا جدا بتحبها خالص، صديقة ليها، ولما تتكلم معاها تاخد بالساعات تتكلم معها، وتتكلم معها عن أسرار البيت، وتتكلم معها عن أسرارها هي، يعني ما تحكيش سرها لرجلها، تحكي سرها لصديقتها. وبعدين الراجل أول ما يسمع بالموبايل إنه فلانة هتتكلم ويشوف اسمها يبقى عازل التليفون ويكسره. طب ليه؟ أصله هي هتتكلم بالساعات وتتكلم وتديها أسرارنا وأسرار البيت، صديقتها الحميمة. والراجل كده برضه إنه هو يتكلم مع صديقه الحميم. إذن يا جماعة لازم تعرفوا كويس بأنه ما فيش حاجة اسمها تدي أسرارك لصديقتك، سرك الوحيد عند راجلك وإنت سرك الوحيد عند مراتك. يعني أصدق الأصدقاء بالنسبة للراجل مراته، وأصدق الأصدقاء بالنسبة للست راجلك. لو دخل أي طرف صديق أكتر من مراتك، أو أنت لو دخل أي طرف صديق أكتر من راجلك، يبقى الموضوع هنا عايز إيه؟ عايز علاج، لأنه ده طبعا إيه؟ غلط. في نكت تاني اسمه نكت الفسحة، في شيطان يدخل كده في نكت الفسحة. النهاردة احنا ماشيين نتفسح، اول ما نقول ماشيين نتفسح ويطلعوا انه قرروا ماشيين يتفسحوا، لازم الشيطان يدخل وإيه ويعكنن عليهم. يعني مثلا النهاردة مجهزين نفسنا لينا 3 شهور ما طلعناش، مجهزين نفسنا النهاردة ماشيين نتفسح، أول ما ماشيين نتفسح هو يقول لهم إيه؟ جهزوا نفسكم يا عيال وإلبسوا وحضروا نفسكم وسندوتشاتكم، أنا بس هصلح العربية وأجي، صلح العربية وأجي. طبعا طلع ما رجعش تاني. ليه؟ لأن العربية أصلا بتاعت خردة وقعدت مع الميكانيكي 3-4 ساعات 5 ساعات، رجع لقى إيه؟ الدنيا اتأخرت وخلاص الخروجة انتهت وما فيش فسحة، وهم العيال يكونوا يعني في غاية انهم عايزين يتفسحوا، الشوق انهم عايزين يتفسحوا، والابو قال لهم خلاص الحقيقة بصراحة ما فيش طريقة لانه الوقت اتأخر. هو مش فارق معاه انهم يطلعوا ولا ما يطلعوش، مش فارق معاه يوم الفسحة، هو بس تجد في راسه بانه عايزين نصلح العربية في اليوم ده، إنما هو مش عارف إنه يوم الفسحة ده يوم مهم جدا بالنسبة ليهم، مفروض بإنهم يوم الفسحة ده يكون يوم بالنسبة لي مهم زيهم، لكن هو ما بيشتغلش بيهم أبدا على الإطلاق، ويجيهم إحباط شديد جدا، وبعدين يعني يوم الفسحة ينتهي. برضو يوم الفسحة يا جماعة يحصل إيه؟ إنه الراجل يتعكنن اليوم ده ويتعصب اليوم ده، العين مثلا ينرفزه، اول ما يتنرفز يقوم يتنرفز عليه ويضايقه ويتشاكل ويتنرفز، وتضيع يوم الفسحه خالص، انتهى يوم الفسحه. طب ليه يوم الفسحه انتهى؟ يوم الفسحه انتهى لانه اتضايقوا هم كلهم وتعصب، والموضوع ايه يعني اتعصبوا فيه. انما الراجل يا جماعه اول ما يقول ده يوم فسحه النهارده، لازم يضع في نفسه أنا مش هتعكنن، أنا مش هخلي أي حاجة تعكنني، أو مش هخلي أي حاجة تعصبني، لأن يوم الفسحة ده مثلا فلوس تضيع منك تتعكنن والدنيا كلها إيه تتعكنن معك، أو عربيتك تتدقش، أو مثلا حاجة تضيع منك الدنيا كلها تتلخبط. إنما يوم الفسحة ده يا جماعة بيعمل حاجات ومشاكل كبيرة جدا. إنما أنت كرجل تقول يوم الفسحة ده أنا مش هخلي حاجة تعكننا أبدا مهما كان، هو هفسحكم يعني هفسحكم
وحوديكم، يعني حوديكم بدون أي معوقات تقف جدنا. السؤال الأخير، كيف أغلب النكد؟ إزاي أغلب النكد؟ ودي آخر حاجة أخذ فيها 5 دقائق. حقيقة كلنا نميل إلى الفرح، وكلنا نميل بأن كل إنسان عايز يكون فرحان مش متعكن أبدا على الإطلاق. إنما يعني في ناس يا جماعة تروح تأكل في أفخم المطاعم ومطعم يكون غالي جدا، ولكن يرجعوا متعكنين ومش فرحانين. ليه؟ لأنه ما فيش تفاهم لا مع الراجل ولا مع المرأة ولا مع العيال، ولا الدنيا ملخبطة خالص. يعني لو حصلت أقل حاجة هي تتشاكل معاه ويأكلوا بنرفزة وهي تأكل بنرفزة. ليه؟ لأنه في نكد، حتى لو مشوا أحلى وأغلى الحتات في الأسرة. إذا عايز تخلي نفسك بأنك أنت فرحان دايما باستمرار، يعني لازم يومك يكون سعيد. حقول لازم يكون يومي سعيد مهما لو حصل، مهما لو حصل أي حاجة لازم يكون يومي سعيد. عشان كده يا جماعة بعض الناس بيقرروا أو يومهم بيكون سعيد لو الظروف جت كويسة. لا، اوعى تخلي الظروف هي اللي تخليك سعيد أو مش سعيد، لأن عمر ما الظروف تجيب معك 10 من 10، لازم الظروف تجيب معك 6 من 10 أو 7 من 10. إنما ما تخليش يوم الفسحة أو السعادة دي على حسب الظروف، لا، تقول حكون سعيد مهما لو كان في نكد أو في أي حاجة تضايقني، أنا حكون سعيد. يعني إيه؟ لازم حكون سعيد، لازم تعود بأنك أنت تكون سعيد مهما حصل أي مضايقات في الأسرة. إذن عايز أقول حاجة، لو عايز تطلع من النكد خليك سعيد بالرغم من. يعني إيه بالرغم من إيه؟ بالرغم لو كانت في مشاكل حواليك برضو خليك سعيد، بالرغم إنه الدنيا كلها حواليك مش كويسة خليك سعيد، بالرغم إنه في نكد حواليك وفي مشاكل وفي شيطان حيدخل برضو خليك إيه؟ سعيد. إزاي تكون سعيد؟ أول حاجة عشان تكون سعيد لازم تشكر، أشكر باستمرار. الكتاب ربط الشكر والفرح مع بعضهم البعض، يقول اشكروا كل حين وافرحوا كل حين. إذن الشكر والفرح مرتبطين مع بعضهم البعض. اشكر ربنا على طول باستمرار، اشكروا على كل حاجة. طول ما انت بتشكر ربنا معناته انت راضي، معناته انت راضي على كل اللي بيحصل لك، راضي على شغلك، راضي على مراتك، راضي على أولادك، راضي على كل حاجة، تبقى سعيد وتبقى فرحان. إذن خليك دايما يا حبيبي اشكر ربنا باستمرار، ولو شكرت ربنا باستمرار هتكون دايما سعيد. لو تدخل البيت اشكر مراتك على كل حاجة، اول ما تدخل البيت عشان يكون يوم حلو اشكرها، يعني قول لها يعني اشكرك على الاكلة الحلوة دي، اشكرك على النظام دي، اشكرك على القعدة الحلوة دي، تشكرها باستمرار. طبعا هي مش متعودة منك انك انت تشكرها، هتقوم تحسك كده تقول لك ايه انت سخن ولا ايه في ايه بالضبط ايه الحكاية. انما تعود انك انت تشكر، فبالتالي انت هتكون فرحان على طول. اللسان الحلو دايما يكون فرح، دايما يخليك فرحان. طول ما لسانك حلو طول ما انت دايما بتكون ايه فرحان على طول. اذا ما تبصش على الحاجات الوحشة، بص على الحاجات الكويسة عشان تكون سعيد وعشان تكون فرحان. دايما بص على الحاجات الكويسة في البيت، ما تبص على الحاجات الوحشة اللي في البيت عشان كمان ما تنقد أبدا على الإطلاق. يقال مرة عن الدكتور مجدي يعقوب بتاع القلب، طبعا انتوا عارفينه، مجدي يعقوب عملوا له حفلة كبيرة مرة في المستشفى وعايزين يشكروه، وبعدين يعني جاوا له وقالوا له احنا نشكرك على كل حال، احنا نشكرك وعايزين ايه ابتدوا ايه يشكروه على كل العمل اللي هو ايه اللي هو بيعمله. وبعدين اول ما ابتدوا يشكروه قال لهم استنى انا عايز اقول لكم حاجه. هو كان جايب التيم بتاعه، فابتدى هو يتكلم على التيم بتاعه، كان بيقول لهم ايه بصراحه لولا الناس دول انا لم اكن مجدي يعقوب ابدا، والناس دول هم سبب فرحي وسبب نجاحي، والناس دول هم اللي خلونا امشي انا قدام. وابتدى يشكر في المجموعه اللي معاه بالرغم ان هو اصلا كده كده مشكور ومحبوب من كل الناس، انما
يعني ابتدى يشكر للناس دول، الناس دول اشتغلوا معاه من غير اي نجة، من غير اي زعل، حتى لو حصل بيناتهم اي زعل يعني حيمر بسرعة او حيمر بسرعة، لانهم بصراحة يعني هم بحبوه وهو بحبهم وبيشكرهم وطلعهم هم احسن منه، ولولا هم هو ما كانش مجد يعقوب ابدا. فدايما اشكر الناس واشكر اللي حواليك عشان تكون دايما ايه سعيد. عشان تكون سعيد برضو خليك خدوم دايما باستمرار. يعني مثلا في زيارة الاهل، مثلا الست النهاردة لما تمشي بيت رجلها ما تقعدش تحط رجل على رجل وتقعد يعني تتضايف او يضيفوها. اول ما حطت رجل على رجل وتضايفت اعرف على طول عماله تمسك في الكلام، امك قالت، ابوك قال، حبوبتك قالت، مش عارف خالتك قالت، انت مش جاي مضيافه. لكن اول ما تدخلي خديكي خدومه، ادخلي على المطبخ، اغسل العده، اعملي طبخه، اعملي شاي، خليكي خدومه. لو لقيت البيت شويه عايز توضيب وضبي. اول عمر ما الست لما تدخل بيت حماتها وتشتغل اكتر انسانه معرضه انه حد ينج معاها او ينكت عليها ابدا. ليه؟ لانها خدومه. انت كمان كرجل اول ما تدخل بيت حماتك بدل ما تقعد تتضايق والساعه كام واوف ومش عارف ايه وقالوا ما قلناش وعملناش وزدناش، اعمل حاجه. انا اعرف واحد راجل يدخل بيت حماته يشوف ايه الناقص يعمله، لو لقى لمبه بس محروقه ينزل يجيب لمبه من الدكان ويركب اللمبه. ليه؟ لانه خدوم. هل ده معرض انه حد يتكلم معاه كلمه وحشه؟ ابدا على الاطلاق. فخليك دايما خدوم عشان يطلع منك النكد، خليك دايما شاكر عشان ما يكونش بينك وبين اي حد ايضا نكد. لالهنا كل المجد والاكرام في كنيسته من الان والابد، امين.